بعد العداوة تولد المحبة. نعم، ها هو العم سام يكفر عن ذنبه تجاه الساموراي ويعلن حمايته النووية لهم، وسيول تهدد المجنون لأول مرة بالنووي الأمريكي. هل أصبحت أمريكا تقدم خدمات مجانية؟ الدب الروسي يفجر غضبه في وجه أمريكا ويتوعد بالرد، فما الذي أغضب القيصر؟ ومن صاحب الحظ الذي سيفوز بعشرة ملايين دولار رصدتها واشنطن كمكافأة لمن يشي بالقراصنة؟ ولماذا أصبح الناتو يتذمر من مساعدة زيلينسكي؟ عدو الأمس صديق اليوم، لا محبة إلا بعد عداوة. هذا المثل العربي ينطبق اليوم على العلاقة بين واشنطن وطوكيو. هل نسيتم أيها اليابانيون تلك الحرب اللعينة وقصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل النووية؟ يبدو أن التاريخ العدائي انتهى بكل آلامه، إلى درجة أن أمريكا اليوم تعلن استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان. إننا مستعدون للدفاع عن اليابان بالترسانة الكاملة من أسلحتنا التقليدية وقدراتنا النووية. هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان بعد اجتماع له مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو. ولكن ممن ستحمون أبناء الساموراي؟ الوزيران تطرقا في اجتماعهما إلى التحركات والإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان، ووصفوها بأنها عدوانية واستفزازية، ليست وحدها فقط بل إلى جانبها الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا. إذن هذه حماية لليابان من التنين الصيني والدب الروسي. وزير الدفاع الأمريكي أكد أيضاً أن تحالفهم على الساموراي حجر أساس في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ما بعد هذا الاجتماع ليس كما قبله، فالدول تنقسم بين عدة شواطئ وكل يتخندق مع حليفه. خدمات البيت الأبيض، إذا أخافك عدو فهدده بالنووي حتى وإن كنت لا تملكه طالما صديقك العم سام، أليس كذلك يا سيول؟ نعم، إننا وواشنطن مستعدان للأزمات النووية المحتملة، ولدينا خطط طوارئ لمواجهة سيناريوهات مختلفة، وإذا رصدنا تحركا لهذا بشن هجوم نووي فلن نتردد بالرد بهجوم نووي مضاد. هذا ما يؤكده وزير الدفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب خلال لقاء صحفي مع وكالة يونهاب. قد يسخر الزعيم الكوري الشمالي من هذا التصريح أو قد يغضب، وفي كلتا الحالتين يبدو أنه متحمس لتجربة أسلحته بحرب حقيقية. ولكن السؤال، هل يقدم بايدن خدمات حمايته لكوريا الجنوبية بالمجان؟ تهديد روسي مباشر. استمرار واشنطن بدعم كييف بالسلاح أشعل مزيدا من التوتر مع روسيا التي اعتبرت ذلك انخراطا أمريكيا مباشرا في النزاع مع أوكرانيا، وحذرت البيت الأبيض مرارا وتكرارا، لكن العجوز تجاهل تحذيرات الدب الروسي. هذه المرة موسكو لا تحذر، بل تهدد واشنطن بشكل صريح بحق الرد، وعلى لسان الشقراء ماريا زخروفا. إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسيعد ذلك تجاوزاً للخط الأحمر، وسيجعل الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في الصراع. وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بحق الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة وبما تراه مناسباً. الأحداث تتصاعد كل يوم، والتوقعات المرعبة تلوح في الأفق، فهل أصبح العالم على كفي عفريت؟ قرار غربي ضد بوتين. على طاولة واحدة
وبقلب رجل واحد أجمع الغربيون على قرار يناهض موسكو بشأن القضية الأوكرانية أمام مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار الغربي أمام الوكالة والذي دعا روسيا للانسحاب من زابوروجيا رفع من التناغم بين الصديقين التنين الصيني والدب الروسي. روسيا والصين تحتجان على مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعرضه ولو بكلمة واحدة للقصف الذي طال محطة زابوروجيا النووية من قبل القوات الأوكرانية، وهي المشكلة الرئيسية في نظر بكين وموسكو فيما يتعلق بضمان السلامة النووية والأمن النووي في العالم. القرار الذي يدعو روسيا للانسحاب من زابوروجيا كان يحتاج للتصويت وترجيح الكفة من بوروندي وفيتنام ومصر والهند وباكستان والسنغال وجنوب إفريقيا، لكن امتناعهم عن التصويت وضع الرماد على المحطة النووية. فهل سيشهد العالم كارثة نووية جديدة؟ اختراق واشنطن، حرب الأشباح أو الهجمات السبرانية هي أكثر ما يقلق الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفق ملايين الدولارات لحماية نفسها من القرصنة، وبرغم ذلك تتعرض بين الحين والآخر لضربات خاطفة. واشنطن قالت إنها تعرضت لهجمة استهدفت مئات شبكات الحواسيب داخل الولايات المتحدة وخارجها، ما تسبب في أضرار واضطراب لعمل المنظمات في العديد من القطاعات التي من بينها البنية التحتية والوكالات الحكومية ومنظمات غير ربحية. ضربة أزعجت العم سام وجعلته يعرض 10 ملايين دولار لمن سيقدم معلومات بشأن مرتكبي هذه الهجمات. ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لثلاثة مواطنين إيرانيين وهم منصور أحمدي وأحمد خاطبي وأمير حسين، حيث تقول إنهم مطلوبون بسبب تورطهم في تنسيق الضربة السبرانية. هل هذا سبب جديد ليشتد النزاع السياسي بين أمريكا وإيران أكثر؟ حول العالم، قالت مجلة The American Conservative إن أوروبا كالشخص المريض الذي يهدد بفصل نفسه عن معدات دعم الحياة، وذلك على ضوء أزمة الطاقة التي اندلعت بسبب العقوبات على روسيا وانقطاع الغاز. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية غازبروم أوليغ أكسيوتين يقولها بالفم المليان وبكل ثقة: لا يمكن لأي دولة باستثناء روسيا أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي احتياطيات سيبيريا ويامال. التنين الصيني والدب الروسي يوجهان تحديا للغرب في قمة جمعت بين الرئيسين في سمرقند بأوزباكستان على هامش حضورهما اجتماع دول منظمة شنغهاي. الناتو يشكو من انخفاض مخزونات الأسلحة في دول الحلف بسبب الإمدادات إلى أوكرانيا، وأمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ يدعو إلى إعادة تعبئة المخزونات وتسريع إنتاج المعدات والأسلحة. هل أنت راض الآن يا زيلينسكي؟ اليابان تودع الماضي الأسود مع العم سام، وها هي اليوم تحت حمايته بالشراكة مع كوريا الجنوبية التي تهدد المجنون بالنووي الأمريكي، وروسيا تهدد أمريكا باعتبارها طرفا أساسيا في حرب مباشرة، ومنطقة زابوروجيا تنتظر مصيرا مجهولا يذكرنا بتشيرنوبل. فكيف سينتهي كل ذلك؟ ضعوا توقعاتكم في التعليقات.